مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. يا رب يكون كان عيد سعيد على حضراتكم. بعد أجازة كده صغيرة رجعنا لكم مرة تانية إن شاء الله بحلقة استثنائية، علشان هنرجع بالزمن 19 سنة ورا، تحديدا يوم 4 أغسطس 2001، مباراة القرن، مباراة ريال مدريد ونادي الأهلي على استاد القاهرة، لما النادي الأهلي قدر إنه يكسب ريال مدريد 1-0 في وسط جماهيره 75,000 متفرج. كانت لحظة تاريخية طبعا يا أحمد. بالتأكيد، أهلا بحضراتكم مرة ثانية 6 مساء بتوقيت القاهرة، نكون موجودين مع حضراتكم أنا وسارة يوميا من الحد الخميس في السادسة. وزي ما قالت سارة، حلقة خاصة جدا احتفالية، هي الحقيقة ذكرى غالية جدا على قلوب كل الأهلوية. تقريبا اللي عنده 20 سنة النهاردة ما عاش ليلة من أهم الليالي اللي عاشها جمهور الأهلي في كل مكان في العالم. بعد التتويج بلقب نادي القرن في أفريقيا، كان لقاء السحاب، كان لقاء بيجمع بين نادي القرن في أوروبا نادي الريال، ريال مدريد، مع نادي القرن في أفريقيا النادي الأهلي. كان الحقيقة ليلة مهمة جدا، كانت ليلة بينتظرها الجمهور وكأنها نهائي بطولة كبرى. الأهلي الحقيقة طبعا على ملعبه في استاد القاهرة، يعني بعتقد انه ماتش صعب حتى لو كان على الريال، وإن كان طموحنا ان احنا نقدم في الوقت ده ماتش قوي يا سارة، ما كانش يهمنا قوي النتيجه، والنتيجه مع فريق زي الريال ما بتفرقش كتير، بس الحقيقه الحدث كان تاريخي، وجمهور الاهلي دايما ما عندوش كبير، يعني اتلعب اي حد على ملعب الاهلي بين جمهوره، وما عندناش مانع طبعا، وفي طموحنا المشروع ان احنا نكسب. ريال كان بيضم كوكبه من نجوم العالم كلها في التوقيت ده، كان منهم زيدان، كان منهم فيجو، لويس فيجو، كان منهم روبرتو كارلوس، كان منهم فرناندو هييرو، يعني نتكلم على زين الدين زيدان. طبعا كان في اعلى مستوياته، كان لسه واخد قبلها بسنتين او 3 سنين كاس العالم مع فرنسا، وكان هو السبب الرئيسي في ان فرنسا تاخد كاس العالم، كان متالق مع ريال، فازوا ببطوله اوروبا، القاب كتير جدا، احسن لعيب في العالم. جاب الجون يا احمد، انت فاكر انا فاكر ساندي، كان عندنا لعيب محترف اعتقد، على لو الذاكره ما خانتنيش، كان نيجيري فعلا، وكان كان احتياطي ونزل جاب جون اول ما نزل على طول، ودي كانت طبعا اعتقد هو اي لاعب شارك في الماتش، مش بس ساندي انه جاب جون، لكن اي لاعب لعب الماتش ده حتى لو كان في القائمه وعلى دكه الاحتياطي، كانت بالنسبه له مباراه تاريخيه انه يلعب مع الاهلي قدام الريال. اكيد بالرغم ان الاهلي لعب يعني انديه كبيره جدا في اوروبا، الا ان المباراه دي بالتحديد كانت لحظه تاريخيه للنادي الاهلي. كمان يا احمد هيكون معانا النهارده كابتن عادل مصطفى، اللاعب السابق في النادي الاهلي، هيتكلم معانا عن كواليس المباراه دي ويرجعنا كده بالزمن للكواليس. مش عارف يا بيبو لو الكاس ده ظهر معانا، ده كاس المباراه، بما انه الاهلي فاز بالمباراه طبعا، وهيكون معانا كمان زي ما هو حضراتكم شايفين، كانت لحظه طبعا تاريخيه ولحظه مهمه جدا، هنحاول نعيش جزء كبير جدا من جماهير الاهلي اللي ما عاش اللحظه دي او ما شافش الماتش ده، هيشوفوا بيشوفوا معانا الكاس ده بشكل حصري النهارده في السادسه على شاشه الاهلي، وهيشوفوا كمان الدرع اللي توج بيه الاهلي كنادي للقرن في القرن العشرين طبعا في افريقيا، وما زال حتى اللحظه الاهلي بيحتل صداره القاره الافريقيه بالارقام والبطولات اللي حققها على مدار 20 سنه فاتت.